السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إبنائي بناتي أولياء تلاميذ تابعين لمجمع التربية والتعليم الخاص الأندلس، اليوم حبينا نكون معكم مجمع الأندلس معكم في دياركم، والشعار تاعنا هو نتضامن ونتواصل لصحة ونجاح ونجاح إبنائنا. هذا الأمر هذا بنا نعتو لكم باللي المؤسسة يعني بالمجمع الأندلس ومن هذا من توجيهات وإصرار المدير العام سيد العربي بوربيع باش على الأقل انتم راكم في دياركم، وهذا باش يقول لكم المؤسسة وكل إطاراتها راهي متجندة باش على الأقل يكون تواصل فيما يخص المراجعة والدروس. درك نمشيو نعطيو لكم واش قاعدين يعيشوا داخل المجمع. توجيهات وتطبيق وصايا الوقاية خاصة النظافة، المدير العام راهو واقف والصهر والصارم باش يكون تطبيق الوقاية 100%، ولهذا نشوف حتى في الدخلة تاع المؤسسة الزملاء راهم قائمين بالواجب باش يقيسوا كما نقولوا حنا السخانة، يمدوا الجال إلى آخره. نظرك رانا في المكتب تاع السيدة نائب المدير العام، وحنا في هذا الإطار تاع الريبورتاج، الكلمة تاعك لنوجهها للتلاميذ والأولياء. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للطاقم الصحي، أطباء، ممرضين، والطاقم التربوي لمجمع الأندلس، خاصة الأساتذة. رانا كامل متجندين باش نكونوا معكم في تواصل باش نتجاوزوا تعايشوا مع هذه الوضعية الاستثنائية. شير بارون، لازم تفهموا لي زونفون بلي راهم ماهمش اون فاكونس. أبنائي بناتي، انتم ثاني عندكم دور تلعبوا باش تعاونونا في هذه المهمة، كي تبقاو في البيت باش تحافظوا على صحتكم وصحة الجميع، وتقراوا و soyons positifs et restons solidaires. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي التلاميذ، إخواني الأولياء، رغم الظرف الذي نعرفه جميعا والذي به تعثرت متابعة دروس التلاميذ، فإن مجمع الأندلس وكل عماله، كل موظفيه، كل أساتذته، كل مسؤوليه، جميعا متحدون من أجل تقديم ما تبقى من الدروس، وهذا حفاظا على صحة أبنائنا وصحة الجميع. فنسأل الله أن يوفقنا ويوفقكم في كل هذا، ونتمنى إن شاء الله أن تواصلوا وتتابعوا معنا هذه الدروس التي تعب من أجلها الكثير والكثير من الأساتذة وموظفي المجمع، ونبقى في بيوتنا حتى نحافظ على صحتنا وننهل مما عرضه علينا أساتذتنا. وشعارنا دائما هو نتضامن ونتواصل بصحة ونجاح أبنائنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعرفون جيدا أننا نحبكم كثيرا، ولهذا نطلب منكم البقاء في بيوتكم
وسنقوم نحن بإيصال الدروس إليكم عبر التواصل الاجتماعي. فكما نجاحكم يهمنا، فإن صحتكم تهمنا أكثر. بارك الله فيكم، ابقوا في بيوتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. نظرا للظرف الحالي الخاص بالكورونا، نعلم أبنائنا الأعزاء وكذا الأولياء أولياءهم بأن الطاقم أننا نفكر في مستقبلهم، والطاقم الإداري كامل بالنسبة لموجود في الأندلس راه متجند من أجل مصيرهم ويسهر على المستقبل نتاعهم. نحن الآن في مرحلة تسجيلات بالنسبة للسنوات الأولى والثانية والثالثة ثانوي. نرجو منكم استغلال هذه الفرص اللي راكم موجودين في الدار باش تديروا مراجعة، تزيدوا تكثفوا المراجعة تاعكم، وإن شاء الله ربي ينحي علينا هذا الوباء هذه وتولي الظروف كامل عادية ونقدروا نديروا الامتحانات نتاعنا. والسلام. شعارنا في الأندلس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. صباح الخير للأولياء الكرام، صباح الخير للتلاميذ الأعزاء. طبعا احنا في ظروف اجتماعية خاصة، احنا متجندين منذ 5 أبريل إلى غاية يومنا هذا. ما نسيناش أبنائنا الأعزاء، نحن نسعى دائما إلى تسجيل الدروس تاعكم ونسهر على إتمام البرنامج في أفضل الأحوال. والتسجيلات دائما ساهرين على تسجيل أفضل الدروس وأفضل النقاط الحساسة في الدروس، لأن أنتم درستوا حوالي 75% من المقرر، وهذا كافي شافي، يعني ما تخلعوا ما والو، يعني الأمور عادية جدا، يعني ما تبقى 25% هي معظم هذه العناوين اللي بقات هي تعرفوها يعني، وإنما فيها تتميمة فقط. وبالتالي احنا صاهرين عليكم من الصباح حتى المساء، ونوصي أعزائي التلاميذ باحترام الوقاية الصحية، سواء الموجهة من طرف الهيئات الصحية أو من طرف وزارة الصحة. الاعتناء بالجسم، الاعتناء بالنظافة، الاعتناء بغسل اليدين، يعني كل الأمور لازم تطبقوها عن آخر شيء. يعني الإنسان يتوكل على ربي، والتوكل هو أن القلوب تتوكل والجوارح تعمل. يعني خلي نغسل يدينا، هذه جارحة تعمل، خلي ما نمشيوش، نلتزموا الحركة. وبالتالي ننصح كل الطلبة الأعزاء الالتزام الصارم بالوقاية الصحية واحترام هذا العزل الاجتماعي كما يقال. ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والتفوق. وشعارنا هو هاكم تقراوه، هذا هو الشعار الأسمى والأدق. أتمنى للجميع كل التوفيق والنجاح ليكم وللأولياء تاعكم، ونحن هنا من أجلكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير عليكم. السلام عليكم، مرحبا بكم أبنائي الأعزاء. مجمع الأندلس يرحب بكم ويتمنى لكم سنة موفقة إن شاء الله. نطلب من أبنائي الأعزاء، وهذه نقولها كشهادة، لكن مجمع الأندلس راهو يعتني بكم وراهو يبث لكم دروس تاعكم تاع الثلاثي الثالث عبر موقع مجمع الأندلس. ولسلامتكم، وهذه نصائح من المجمع، نطلب من أبنائي الأعزاء الحفاظ على صحتكم، تقعدوا في دياركم وتقوموا بالوقاية اللازمة، غسل الأيدي قبل كل شيء، هذا كل، وهذا حفاظا عليكم، ويحرصوا عليكم أولياء تاعكم إن شاء الله. وهذا المجمع كامل راه صاهر عليكم من العام البسيط حتى المدير العام، هذا اللي نوصلوا لنا الرسالة، ورانا توحشناكم بكل بكل سونز اكسبسيون، بالصغير الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم،
مهمة المجمع هي سلامة الأبناء والأولياء وإتمام برنامج التلاميذ ثلاثي الثالث حتى يستفاد الجميع. السلام عليكم، معكم مجمع الأندلس. نطلب من أولادنا المجمع الأندلس يريحوا في ديارهم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أبنائي التلاميذ، سيدات والسادة أولياء التلاميذ، في هذا الوضع الخطير وهو كوفيد 19 اللي مطلوب علينا الجميع باش نلتزم بالبيوت ونقوم بالوقاية، وقاية النظافة، وخاصة المعلومات واتجاهات أهل العلم والاختصاص النظافة النظافة النظافة. ونحن في مجمع الأندلس رانا نعمل كل ما في وسعنا باش يكون الاتصال بيننا وبينكم، وكما بدينا مشروع تاعنا الكبير تاع الورشات النشاطات الثقافية رانا نعمل كل ما في وسعنا باش إن شاء الله عن قريب لما يزول علينا هذا الوباء ونتلقى ونعاودوا نحيوا الورشات تاعنا تاع النشاطات الثقافية، المسرح الحكواتي، الشعر، الرقص، يعني كل ما يدور بالنشاط الثقافي. مجمع الأندلس راهو صاهر واقف باش إن شاء الله عن قريب نتلاقاو ونواصلوا النشاط الثقافي تاعنا ونجسدوا إن شاء الله المشروع الكبير اللي راح يكون في رضا وفي تناول ورضا كذلك الأولياء، وراح تكون خرجات ثقافية للنشاطات، راح نتلقى أكبر فنانين في جميع الفنون. نتمنى الخير إن شاء الله. أعزائي التلاميذ، السلام عليكم. نظرا للوباء الذي انتشر في أنحاء العالم ولخطورته، أطلب من جميع التلاميذ أن يلتزموا الحجر الصحي وأن يلتزموا أيضا بقواعد النظافة. فيما يخص الدروس، نحن سنرسلها لكم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، فخروجنا نحن الأساتذة إلا مصلحة لكم، وندعو الله في الأخير أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يستر بلدنا وسائر بلاد المسلمين من الأذى وأن يشفي جميع المرضى. Chers élèves du groupe scolaire privé Andalus, bonjour. On est là. Vous êtes, chers élèves, attentionnés et toujours présents à nous écouter pour vous informer et vous instruire. Restez à vos maisons. Que Dieu vous garde et vous protège, à vos familles et pour l'Algérie. Au revoir les enfants. أعزائي التلاميذ، نحن هنا في المجمع من أجلكم، من أجل أن تصل الدروس إلى بيوتكم، ولذا نطلب منكم أن تلتزموا بقواعد الحجر، ابقوا في بيوتكم. كما تعلمون فإن الظرف الراهن أجبرنا على الابتعاد عن مقاعد الدراسة، وغير أننا ارتعينا أن نكون معكم في بيوتكم من خلال هذه الدروس المسجلة والتي نأمل أنكم ستستفيدون منها ولو بالشيء القليل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلتقي في هذا الفضاء الواسع الذي تحبونه منذ كنتم صغارا، هذا الفضاء الذي يعوضنا بإذن الله عن الجلوس في المقاعد، ذلك للحفاظ على صحتكم
وصحة الجميع إن شاء الله. لذلك نحن في استعداد تام لأن نقدم لكم ما استطعنا من معلومات ودروس تتمون بها هذا المسار التعليمي، فنرجو بالتوفيق للجميع إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نتواصل من جديد في مؤسستنا، مؤسسة الأندلس التي تحت شعار مؤسسة تعمل بجد وإخلاص، مؤسسة في الريادة دائما، مؤسسة تعمل على التواصل مع تلاميذها حتى وهم في البيوت، تحت شعار مؤسسة دوما مرافقة للتلاميذ، مؤسسة دوما في الريادة. وبالتالي رغم الظرف الطارئ، رغم الأوضاع التي تمر بها البلاد، إلا أننا نحن متواصلون مع تلاميذنا في بيوتهم. نتمنى لكل التلاميذ التوفيق في هذه الدروس التي نبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبالتالي مهمتنا هي نجاح أبنائنا وهو شعار المؤسسة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإعلام الآلي سيرفيس انفورماتيك، صدقوني يعني المصلحة الأكثر يعني عذاب كما نقولوا حنا، والسهر تسجيل مونتاج، يجيو هما الأولين ويروحوا هما الآخرين، وهذا ما غير باش يسجلوا وتكون الرسالة مجمع الأندلس توصل لكم للدار للأبناء للأولياء.